أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتطبيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. جاء ذلك خلال زيارة التفقدية التي قام بها وزير الأشغال لأعمال إنشاء الطرق المؤدية لمدينة شرق سترة ضمن المرحلة الأولى، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات سير أعمال المشروع. وأوضح الحواج أن مدينة شرق سترة الإسكانية تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الرائدة في مملكة البحرين، حيث تتضمن عددا كبيرا من الوحدات السكنية ومختلف المرافق والخدمات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على توفير منافذ للمشروع الإسكاني من خلال إنشاء شارع شرق سترة، بالإضافة إلى تطوير شارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح وتطوير شارع رقم 1، وذلك من أجل توفير منافذ سلسة لمدينة شرق سترة الإسكانية.